شكرا عبد الرحمن العتيبي، وشكرا لكافة المعلقين الذين سبقوني بالتعليق. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أحييكم في هذا الصباح الجميل في صباح يوم الثلاثاء 20 من شهر أغسطس لعام 2024 للميلاد، في هذا المهرجان في مرحلته التمهيدية، مهرجان سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. في يومنا 11 في المرحلة التمهيدية في متعة الثنايا ومتعة الكبار ومنافسة هذه الشعارات الذي قدمت من كل مكان، فأهلا ومرحبا بالجميع حيث نستكمل انطلاقاتنا في هذا الصباح في الأشواط العامة، وينطلق الشوط الخامس للثنايا الإبكار والخمسة كيلومترات، هي رحلة هذه الذلل الأصايل. نتعرف وإياكم عبر الواقع وعبر القنوات الناقلة لهذا الحدث الهام، نتعرف وإياكم على الخمسة المراكز الأولى. أول الأسماء تتقدم منصورة وشعار بن حلوة محمد بن سعيد بن حلوة الكتبية يتقدم مع أول الأسماء ليقدم لنا منصورة، من تبحث عن النصر عن الفوز عن الانتصار الغالي، بينما المركز الثاني تصل بكل قوة لتتقدم، ويتقدم حمد بن راشد بن غدير الكتبية يتقدم الواثق ليقدم لنا رصاصة مع المركز الثاني، ليتقدمون أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، ومرغم بالتحديد المركز الثالث التسلل القدوم إلى الصدارة يتقدم بسيافة، ونرحب بهذا الشعار عبد الله بن فرج بن حماد البلوي من احتل المقدمة، نرحب به ليلة الصدارة وإلى المركز الأول. بينما الأسماء والمراكز تتغير بقدوم الشعارات قادمة من المركز الرابع نحو المركز الثاني بشعار بن غدير، أيضا حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي يقدم لنا جناب القادمة مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل بن دلموك علي بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك يقدم لنا اشتعال، من تتمركز مع المركز الثالث يتقدم بن دلموك بطموح جماهير هذا الشعار. المركز الرابع ومنصور وشعار بن حلوة يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس شعار بن غدير يتواجد بالكرت الثاني ليقدم لنا رصاص مع المركز الخامس. المركز السادس تتقدم سماء المملكة ويتقدم سعيد بن علي بن سعيد المري والقدوم، وصل خليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي ليقدم لنا مطيلة القادمة من المركز السابع. المركز الثامن وحاملة للرقم ثمانية تتقدم أتعاب، تتقدم بالشكل الجميل بشعار جلوية بن عبد الله بن فلاح بن حثلين مع المركز الثامن. المركز التاسع وشعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا سيوف، المجازف يحضر مع المركز التاسع. المركز العاشر والوصول
الوصول من نادي بن مسفر بن صالح الرزق العجمي. مرحبا يا ابو سلطان، يتقدم مع المركز العاشر ليقدم لنا شعار في هذه اللحظات مع انطلاقات الشواهين على ما يبدو لي. هكذا متابعين الكرام اذعت العشرة المراكز الاولى والمتقدمة في هذا المسار الطامحة المتأملة من اجل الفوز ومن اجل الانتصار، العودة الى البداية والى رقص الثنايا ومتعة الثنايا والى شعار بن دلموك من يتقدم مع اشتعال ليشتعل مع الصدارة، ليتقدم مع البداية بشعار علي بن فرج بن دلموك يتقدم مع الصدارة الاولى. بينما الاسماء قادمة يا بن دلموك، ارى الشعارات، ارى هنا سيافة وشعار عبد الله بن فرج البلوي مع المركز الثاني، وصل بن غدير مع المركز الثالث، المركز الرابع مرحبا يا الشاعر يتقدم سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي ليقدم لنا الشاهينية. شاعر الحواس الخمس يتقدم مع المركز الرابع، المركز الخامس ناجي بن مسفر الرزق العجمي يقدم لنا شواهين والكيلومتر الأخير، وأرى الثنايا تقترب، تقترب الشعارات، ولكن العودة إلى اشتعال، اشتعال مع المقدمة بشعار بن دلموك وسيافة مع المركز الثاني وجناب مع المركز الثالث، والقدوم من شعار بن مصلح يتقدم الأحبابي ليقدم لنا هنا الشاهينية من الجانب الأيمن. الله يا رقص الثنايا يا متعة الثنايا، طار الشاعر طار، طار الشاعر طار، طار مع النقطة الثانية، حلق سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي يحلق مع الشاهينية مع المركز الأول، واصل سيافة ولكن بن مصلح مع الصدارة، سيافة مع المركز الثاني القادمة بكل قوة، القادمة مع المركز الثاني يتقدم عبد الله بن فرج البلوي، ولكن الشاهينية وشعار بن مصلح وشعار مبلش وشعار غزر وشعار راهية. الله 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 الله، آخر الأمتار ما بين الشاهينية وسيافة، سيافة 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 والشاهينية. أبناء المملكة، أم أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا تهانينا، تهانينا والف مبروك للشعار بن مصلح من حقق الانتصار مع المركز الأول مع الشاهينية، وذهب بالسلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي المركز الثاني من قدمت الأداء المتميز سيافة وشعار عبد الله بن فرج بن حماد البلوي، المركز الثالث وشعار عنيدة نايف بن صلاح بن مصلح الحربي المركز الرابع، والخامس بالإعادة إفادة. إذن متابعين الكرام، انقضى الشوط الماضي وكانت الشاهينية منتزعة المركز الأول بشعار سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي مع النقطة الثانية. في هذا الصباح هكذا نراقب التوقيت الزمني، قاطعة مسافة 5 كيلومترات 7:59، 3 أجزاء من الثانية المركز الثاني. هنا سيافة وشعار عبد الله بن فرج البلوي 7:59. هنا نراقب وإياكم الأجزاء من الثواني لحظة وصول سيافة مع المركز الثاني. هنا 7:59، 8 أجزاء من الثانية المركز الثالث الشاهينية متعب بن جابر بن ربيعة الجابر المري 8 دقائق بالوفاء والتمام، و87 جزءا من الثانية. المركز الرابع الذيبة وشعار عبد الله بن محمد بن سالم العطوي، والمركز الخامس همس وشعار مانع بن فرج بن مانع الرزق. ها
هكذا متابعينا الكرام كان الشوط الماضي مع الشاهينية وشعار سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي ذاهبا بالسلام وبالتحايا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. تهانينا تهانينا وألف مبروك. هكذا متابعينا الكرام أشواطنا تستمر في هذا الصباح، والزميل المبدع بسام العطوي.